ينفع الكلام ده معلم مقبره؟ ابقى مربط معاك بعربون وتروح تدي البضاعه لحد غيري؟ خيرها في غيرها معلم عادل، واحد جالي وفلوسه كاش وانا كنت مزنوق. يعني انت مزنوق تزنقنا انا؟ طب على الاقل اديني نص البضاعه يا معلم. بس يا عم عادل انت راجل طلباتك قليله، من الاخر كده ما انتش قد البيعه دي. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغل والشغل ما فيهوش ياما ارحميني، وانا بقى غلطان اني اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي يا مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه، ودلوقتي اطلع بره. ده انا ادفنك، انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا مقبره. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعه. وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنه ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب ادوله حس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكي كي. جيسكي كي؟ وهتعمل ايه بالجيسكي كي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دوله بقى عايزين نتفسح بقى يا عم، ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دوله عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه وادخل دلوقتي على البازار، عايزك تنضفه، عايزه بيبرق. ايه يا دولة؟ طيب انا مش عايز تديني فلوس يا عم. ما تدينيش، بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه، مالكش فيه. عايز حاجة؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم، نتكلم بعدين يا عم. ايه اللي نتكلم بعدين؟ وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لك اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 يلا، اتكل على الله، غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول، حصل خير يا عم حصل خير، انا هستحملك. ماشي. تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده، اهدى يا عم اهدى. اهدى ولا ولا ابعد عن وشي. غور يا رمزي غور غور. ماشي 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 ماشي، براحتك اضرب براحتك. ماشي خد تعال خد تعال تعال. عايز ايه انت بتبرطم تقول ايه؟ بقول لك ماشي واضرب براحتك. ماشي. انا فاكرك بتبرطم. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح ال... يا معلم رمزي في ايه؟ بهزر معاك، مالك يا عم انت متضايق ولا ايه؟ حته والله يا دوله، ده تعبني قوي قوي يعني، وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه، ولو اتقطع ابقى رفيق. لا صالح يعني صالح. انا هفضل بس مستحمله لغايه امتى بس؟ روح يا حته والنبي، روح هات لي اتنين شاي. اتنين شاي؟ انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شويه فهنزل لها. ما رايك يعني احنا بنعمل واجب مع الناس مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفسه سكرها ايه؟ نفسي سكرها زياده حته. الباشا باشا امرني. الاعتصام بكره قدام مكنه سته، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف يعني في اخر المظاهره، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي، هكلمه يقدر يطلقها. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايله عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش مهم، المهم هو الاضراب والاعتصام، لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه، يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش غلبنا في سيسليم البدري. خلاص اتفقنا، اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا بقول لك يا رز زكريا، الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى. ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعة؟ عندي ده يا ريس زكريا. ريس زكريا؟ انت عرفت اسمي منين؟ يا عم انا سامعكم من الصبح يا عم، وانتوا عمالين يعني تتكلموا على الاضرابات والاغتصابات. اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. يا ابني احنا عمال مطحونين،
ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم، احنا عمال مطحونين طالع عنا، شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. اه ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغ. الاخ عامل برضو؟ اه عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش، بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش، اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا، ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديه قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تمتنع عن الاكل، عن الشرب، عن العمل، عن كل حاجه، ترفع يوفه اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك. ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفه دي انا هصرف، يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتثير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف الصوره؟ اه شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دوله هيشيل لي الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا، لا لا ما تقولش يا ريس. بس زكريا ايه؟ اسكت اسكت، محدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو، باصص اهو، ده قانون العمل، عايزك تقراه كويس وتحفظه صم، وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى، انت مش انت هتدوني ده بقى. سيب بقى يا ريس زكريا بقى، سيب بقى. فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. انت ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟ يلا انا ايه ليا اسم تندهلي بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. اه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر؟ وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه؟ يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي، اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنحي عليك عشان تقعد ان شاء الله عنك ما قعدت، اطلع بره. يا جماعه استهدوا بالله كده هون، انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك يا مار بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يالا؟ مالك يالا؟ ماشي ماشي شر يا ولاد انتوا اخوات، في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا اقرطف ودنك، اقرطف ودنك، ترك ترك ودن ودن. الا ماما يا قليل، الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي يا انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمة هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ولا لا، ده كده زادت عن حدها. كله يخش جواه، كله يخش جواه، سيبونا انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده 13 بس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب يا رمزي خش جواه، كله جواه كله جواه كله جواه. ده على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك ايه يا استاذ عادل، ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله الله الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه ده رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقاطعك، ده انا هقطعك ياض، هقطعك. في ايه ده رمزي ياض؟ ماشي انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. ماشي اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكيني غور ياض يا رمزي ياض. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ اه. طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى بقى. ايه هتكتب؟ اه هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. سلام. الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار.
ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهره ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت، بتشوه سمعتي قدام السياح. حلو، انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي؟ يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دولا، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى. انت ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. تبن لك، تبني النجدة، النجدة. اغلق فمك ايها الوغد، سأقتلك سأقتلك. يا الهي، انه يلكمه في مؤخرته. هل انت اتيت في جمل؟ فلألكمه. اضرب برزقه فاني اتألم. انني اريد ان أعلمك. انت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمة. رخيمة رخيمة، انت لا تدري يا جون ماذا يفعل به. انهم مرمطني لقد طلع ماي ايز. يوجد قانون يمكن ان تقاضيه لحاكم الولاية. ولاية؟ وده يفهم ولاية؟ ده مش فارقة خالص. اضرب برفق فإن بنطال يتفتأ. سوف ارفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سحبت سلطتك عليا؟ ملوكش دعوه، ملوكش دعوه، ملوكش دعوه. الغوث، الغوث، النجدة. اتنين شاي على ميه بيضة يا حته والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي يا دي حته. امورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، انت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ونعم بالله، بس يعني يا خواجه انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ اترك لي هذا الامر، فانا اعمل مراسل في قناه خد حقك، وسوف اتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي، اعلن قضيتك امام الراي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولا. يعني وده يا موفق، منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفوله اظافري. ياما وقفت جنب دولا حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما محققها له يعني. وياما رحت جبت له اكياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخره تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقه يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجه، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالاقلام يعني ولا اي حاجه. وياما خدت منه اقلام وشلاليت وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجه صغنطوطه كده هون يعني. انا من ضمن يعني اسباب اعتصاني وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني انا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبه سفنجه علشان انا بحب اتنطط وانا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضيه رمزي. هل كنت لا تعطي راتبه الشهري؟ حضرتك انتوا ممكن تسالوا حته اللي شغال في القهوه اللي جنبينا، قولوا له انا بدفع مشاريب لرمزي قد ايه يوميا؟ بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع ان الموز فاكهه، بيشيل الموز وبيرميه. حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبه ضخمه يعني، بيرمي اللحمه اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك انا مش عارف هو يقصد ايه، يمكن مثلا عامل نفسه نباتي ولا حاجه. حضرتك وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة، أنا هقول لكم على كل حاجة. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا، حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس، قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب، انا مرة كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمة والشراب، خرجت لقيت فردة شراب واحدة لدرجة ان الرجل التانية خدت برد. وممكن تسألوا الراجل اللي هو شغال في الأجزخانة اللي جنبينا يعني، لأن انا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. ايه ده؟
ده نمرة البيت. لا البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو ألو. أيوه أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك. أنا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من أيام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. أيوه يا فندم أيوه يا فندم. ألو يا أستاذ محمود. أستاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك. أستاذ محمود أه يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها في أسئلة تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني إحنا كلنا ضربنا وإحنا صغيرين عشان إيه؟ عشان نتعلم. ثانية واحدة. العاشرة مساء. ألو ايوه استاذة منى. والله انا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا اكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك ان انا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله. انا بتفرج على العاشرة مساء من ايام ما كانت العاشرة الا ربع. يا استاذة منى استاذة منى. الو الو. ما دفعوش الفاتورة برضه كده. مش فاضل قدامي غير الاستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمرة معتز؟ حبيب قلبي ايه لازمة الحرب الاعلامية الاولى اللي انت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله. انت عارف رمزي القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما. انا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب اي حاجة ويعمل اللي في دماغه. يا مش عارف احكمه مش عارف احكمه. انا عايز افهم حاجة يا عادل. هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفده يا اخي ارفده وخلصنا. يا سلام ارفده عشان الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفده وفين حقوق الانسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا انا ناقص. طب اوكي اوكي خلاص يا بيبي اعمل هدنة. يا سلام اعمل هدنة عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضيه اتصعدت ووصلت لبلاد بره في اوروبا. دلوقتي القضيه هتتنظر في محكمه العمال بتاعه اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا محضر مع اتلانتا لامور مستعجله. اؤمر يا استاذ جون باولا اؤمر. حضرتك عايز ايه؟ اريد توقع السيد عادل سعيد على استلام الحكم فقد خسر القضية التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه؟ الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام فقد خسرتم القضية وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الأضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم ده ظلم. عادل عادل ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. يا حبيب قلبي سلامتك من القوة. سلامة قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان الندل الندل الجبان. دولة حبيبي دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده دولة. الف سلام عليك. عايز ايه عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره اطلع بره اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديد. يا نهار ابيض يا دولة. ايه يا دولة فلوس ايه بس اللي صرفتها؟ يا انت بتدفع حاجة يا دولة؟ يا دولة حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولة. معلش يا عادل يا حبيبي ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دولة بقى يعني انا ليه حبة شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط يعني شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرضة شفت النمرضة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوباية كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري. طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا يعني كمان علبة كشري. علبة
معلش يا دولة، انا اسف يا دولة، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولة حبيبي. دولة حبيبي خلاص خلاص. سلام عليك يا دولة. انا جزمة انا جزمة. انا عارف انك جزمة موسخ ايدي. بص ازاي ماشي. خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دولة حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بس كعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليا قلم. ماشي يا دولة. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولة. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ ب3 اقلام يا دولة يا حبيبي. الف سلام عليك. 3 اقلام. طيب تعالالي. ايه ده يا دولة؟ طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ ماشي يا معلم خلفاوي وبراحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دولة ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دولة يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة قرن الجاموس ها؟ عسر الكلام. اطلع بفلوسي يا نصاب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي. عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مدعينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل انا هاخد فلوسي تالت ومتالت ولا انت؟ ماشي على مفخيرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن. ماشي ماشي يا رمزي المفرجتك. بقولك إيه؟ ايه عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقولك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي. وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دولة. بس بقولك ايه اطلع واحده واحده. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دولة ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا رجلي رجلي رجلي. يا دولة نسيت اقولك حاسب السلمة المكسورة. يخرب بيتك جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمة المكسورة. رجلي يالا. اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعة؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجة الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعة. بس الف حمد وشكر ليك يا رب السلم لسه بخير. اتصل يلا اتصل 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 اتصل. حاضر يا دولة. مليني دولة. كام يا دولة؟ نمرة ايه؟ نمرة الدكتور. 55 يا حبيبي 55. عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي. انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولة الف سلام عليك يا عم. بكره ان شاء الله تخف اهو واللي اتكسرت جبس اهو. دولة مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين هو ايه سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسي كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل للعمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض. لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف. الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي. اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك بس يا عادل؟ ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولة انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، انا مبسوط جدا. لا وانا عايزك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ يا جماعة على فكرة واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة
انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادي. ده على اساس انك خريجه قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤوليه وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يعني لو نبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امراه عظيمه. ميل وسجينة واد حمل ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين. ما تقلعش اكتر تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد اللي شده برضه. شفتش قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحت، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون را؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكله فين. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة مصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لأمها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلبي. ماما وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شو داي؟ ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراها ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزهولك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. شوف يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت محسساني ان هرجع لاقي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمينة يا جميله، ما
معقولة هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتيلي البوك قصدي هاتيلي المحفظة. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفة الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي ياسمين، خدي حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي ياسمين، ادي لبابي. انا خدت قبل. عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرماته خلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. يا ابو الهول. طب بس افك الجبس واقوملك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي يا اعز اعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. اتفضل اتفضل. الف سلامة. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقولة يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب اني اجي ازورك وهقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني نردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزاره اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. حدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده. 100 100 هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات؟ قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي 6 ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره، انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كماشر هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده.
ايه ده، انت داخل انتخابات ولا ايه؟ غبي ده دعايه للبازار يا غبي. ياه ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. ياه ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شو مالك ولا تعالى هنا. ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول اه بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ اه طبعا جهزت يا معلم، انت تقمر. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع البقيه. عدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين المعلم خلفاوي؟ اهلا يا معلم خوفو. خفرع اهلا. يبقى احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله مفيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطفي 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 اطفي. لا خلاص خلاص، ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبين دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط واخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولا حبيبي وحشني يا دولا. الف سلام عليك يا دولا. اهلا اهلا اهلا. والله يا دولا احنا في غيابك ولا لينا اي لازمه. يا ابني انت في حضوري او في غيابي مالكش اي لازمه يا رمزي. حبيبي يا دولا. ايه البازار ده يالا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا ايه؟ لحظه واحده، اروح اسال اي حد معدي بره واجي لك في الرقره. لا لا لا، روح اسال وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولا اضربني. حبيبي بصراحه يعني يا دولا الشغل في غيابك كان في الرقره. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريره؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا يا غبي. اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفا الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع.
المعلم خفرع، ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتي دي توزن ذهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي، يعني انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت اتخذت الطاقيه وادت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. اديك. حبيبتي ده خاتم ذهب، يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي، والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعي يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا، يعني اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزي. اقولك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص.